وديني ما حسيبك يا ابن العطار. كل ده هدفعك تمنه، دم برجي وخاطف سالم. اوعى يا ابن العطار تفتكر انك هتفلت مني. افلت منك؟ انت بكبر المواضيع يا هارون. انا قلت اثر عليك السكك عشان ما عنديش وقت للفرهده. السكه القصيره مش دايما تبقى امان، ساعات السكه الطويله بتبقى امن. انت اتفرعت يا ابن العطار، واللي انت عملته ده ملوش غير تمن واحد، الموت يا ابن العطار. معلش بقى هارون، كل واحد وليه دماغه، وانا دماغي جابتني لحد هنا. ولو بتتكلم عن التمن اللي لازم يدفع، فبري كان لازم يموت قصاد ابني اللي مات في بطن امه. واحمد ربنا ان انا ما خدتش ابنك في رجلين، بس انا رقبه ابني غاليه قوي، ما تكفينيش فيها رقبه عيلتكوا كلها. على العموم ابنك في الحفظ والصون، تعالى استلمه وقت ما انت عايز، بس ما تجيش غير وانت معاك عقود الارض بتاعت رهام. سيب العقود وتاخد ابنك وتشرب قهوتك وتتوكل على الله. ماشي يا ابن العطار ماشي. انا كنت بكلمك عشان اديك فرصه اخيره، لكن الظاهر انك انت مش عايزها. بس المهم يكون نفسك طويل، نفسك طويل يا ابن العطار، سمعني؟ وانا قلت اللي عندي ومن غير سلام. ايه الاخبار يا يوسف؟ تمام يا طارق يا باشا. اياد قابلني واداني الملف ده. تمام. وفعلا الملف ده فيه معلومات خطيره نقدر نحبس بيها سيف العزازي على الاقل الفتره. يمكن ساعتها نمسك عليه حاجه ضده في قضايا السلاح، ونضايق عليه الخناقه من كل النواحي. دي معلومات خطيره فعلا. طب كويس قوي. انا عايزك انت بقى اللي تتحرك بالملف ده، ده هيساعدك في رجوعك للخدمه. لا يا طارق يا باشا، انا كده احسن بكتير. بصراحه الحياه فيها حاجات احسن بكتير يا عائشه. تمام، بس ابوك لازم يعرف الحقيقه. هيعرف، بس على الاقل لما سيف العزاز يقع عشان حتى يصدق. الدور اللي انت عملته ده ساعدنا كتير قوي، واللي انت بقى مستنيه واللي سبت خدمه عشانه خلاص على بعد خطوه مننا. ربنا يوفقك يا طارق باشا، وانت قدوه لاي ظابط في الداخليه. وانا فعلا لو كنت كملت في الداخليه كنت نفسي ابقى زيك. جبت ورق الارض معاك؟ اوعى تكوني فاكر انك انت بتلوي دراعي. انا ما كنتش ناوي اكل حقك. ازاي يعني؟ ده انت حاولت تقتلها وقتلت ابني. خلي بالك انا رهامها اللي منعتني عنك، لولا هي كنت بعت لك راس ابنك في كيس. كنت هتحكم على روحك بالموت. احنا فيها. انا قتله وانت وريني هتعمل ايه. يحيى بعد اذنك انت وعدتني خلاص. وعدتك يعني ايه؟ ده بيهددني وفي بيتي. انا ممكن ارجع في كلامي عادي. قصر الكلام يا يحيى. وين سالم؟ انا هسلمك ابنك هارون، بس خلي بالك ده مش نهايه الاول. انا هاجي استلم الارض بنفسي واحط حواليها سور، وساعتها الله يقف قصادي. التفاهم مش هيبقى كلام. حربي هاتله ابنه. كيفك يا سالم يا ولدي؟ زين يا بوي. ابنك محدش جه جنبه يا هارون، اهو قدامك اهو. اوعى تكون فاكر انك انت عشان كسبت المره دي تكسب على طول. انا بعرف اكسب على طول. الزمن بينا يا يحيى عطار، الزمن بينا. يلا يا سالم والدي. يلا يا بوي. شكرا يا يحيى. على ايه؟
على انك سمعت كلامي وما تعاملتش مع هارون باللي يستاهل. الورقه ده مش نهايه الجول. حرب مع هارون لسه ما ابتدتش. بونسوار. أنا سلمى. سلمى؟ سلمى كي؟ سلمى زين العطار بنت جاني الفخراني. سلمى لفيدة ما صار جيجي. كبرتي. اقعدي اقعدي اقعدي. ازيك؟ تمام. عاملة ايه؟ الحمد لله. دورت عليكي كتير لحد ما لقيت عنوان الفيلا، قلت اجي احكي لك قبل ما تيجي ماما. انا ما كنتش اعرف كل التطورات دي. انا كل اللي فكرت فيه اني اخد اجراءات عاديه. انا بره مصر من سنين طويله قوي، ودلوقتي شغلي هيبقى ما بين سويسرا وهنا، فلازم كل اموري القانونيه تكون سليمه، ومنهم طبعا اعلام الوراثه. مجرد ان انا كنت عايزه اعرف حقي فين بس. كان ممكن تيجي لماما على طول بدل القواضي وكل الكلام ده. انتي عارفه انا ما تقابلتش انا ومامي من قد ايه؟ كتير قوي، ودي مجرد اجراءات عاديه. عارفه بس هي بتحبك ومحتاجه لك قوي. دي ما كلمتنا عنك. وانا كمان بحبها قوي قوي، بس انا مش عارفه بعد السنين الطويله دي هنتقابل ازاي، هنقول لبعض ايه، هنتكلم في ايه. قولي كل اللي انت عايزاه، بس ما تقولهاش اللي انا جيت اتكلمت معاكي في حاجه. ولو طلبت منك تيجي القصر تعالي، هي محتاجه لك واحنا محتاجين لك. الدنيا بقت فاضيه علينا قوي. حاجه الورق ده لازم يتسجل النهارده، تخرج من عندي على الشهر العقاري والبنوك، كل حاجه لازم تخلص النهارده. حاضر يا سيد بيه، ما يكونش عندك اي مشكله خالص، بس انا لازم اعرف حضرتك ليه عملت كده فجاه. انا المحامي بتاعك، ومن حقي ان انا اكون عارف كل حاجه. هفهمك على كل حاجه، بس خلص انت بس. حاضر يا سيد بيه. اقعد يا حبيبتي. في ايه يا بابا؟ مضيع الورق اللي خلص. حاضر. ورق ايه؟ انا يا حبيبتي قررت ان اكتب كل حاجه باسمك. باسم انا؟ ليه؟ عادي. يعني داخل المشاريع جديده وكتيره، وعايز ابعد الضرايب عن عيني شويه. ده بجد يا بابا؟ بجد يا حبيبتي. انا ماليش في الدنيا غيرك. ربنا يخليك ليا. أنا هطلع كل اللي عملته فيا لما كنت بطلب منك فلوس. أنا واثق إنك هتتصرفي صح. أنت كبرتي، والفترة اللي قضيتيها في المجموعة أكيد فهمتي كل حاجة. طبعًا. بنتك بقت بيزنس وومن شاطرة جدًا. عشان كده هعتمد عليكي. استني. املي بالقلم ده عشان فيه البركة.